بسم الله نشكر ساكنة مدينة بوجدور على تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الكبيرة المساندة للشعب الفلسطيني البطل. نطالب الدول التي كانت مجتمعة يوم أمس في قمة العربية والإسلامية الرياض بتفعيل أحد القرارات التي خرجت بها وهو كسر الحصار. نطالب بكسر الحصار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والمساعدات للشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب الفلسطيني الذي يتباكى عنه العالم بأسره نجد فيه ازدواجية المعايير. الدم الأوكراني الذي كانوا يتباكون عنه يوم أمس أليس هو نفس الدم الذي يجري في الفلسطينيين؟ لماذا هذا النفاق السياسي يا أمريكا؟ لماذا تحابين بني صهيون؟ لأنك خيارات استراتيجية وخيارات يعني اقتصادية كبرى وتتاجرين بالدم الفلسطيني. نطالب العالم والعالم الحر بوقف هذه الحرب ومساندة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار. كسر الحصار.